يا الله اكبر. اسم لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. ربنا اعنا واجعلنا من خير الصابرين من خير من استحق النصر والمبين امين يا كريم. اما بعد، السلام عليكم. والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله الاكبر. هو احسن كلمة من الله هو ان الله معنا. مفيش مسلمين لا يصح كافر ولا يصح ايمان بدون العقيدة اللي هي فرس المؤمنين. كيف معاش مع حاجة معذورة وسكينة لمرجعيات صحيحة ورجعات ربانية قرآنية محمدية على سيدنا عبد السلام والسدس. يقول ربي إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يعني الاعتبار مش يكون يعني احنا أبصار عيون وقلوب وأسماع وبصر، احنا داخل القلب بكل جوانبنا بكل المستويات بكل المستويات بكل المناحات بكل الأجزاء الألم تعمل الدنيا. نعم، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هنا كما أولي الأبصار تعني البصر لكل الحواس والبصيرة التي هي خير في ميزان الله وأكثر عدد من خير لنا هي البصيرة الصحيحة وتنمية بالإيمان والتوحيد والتزكية من طرف الرحمن والصحيح.